مساء الخير. هالة طلعت اتحاد المعلمين المصريين، يعني هو في حركة للمعلمين بدأت من فترة بعيدة، من 2008، من بعد مشكلة الكادر اللي أشيع ان هو هيتعامل للمعلمين، وطلع بالشكل المشوه بتاعه، ووصلت لدرجة كبيرة جدا من التطور تحديدا بعد الثورة. اتعملت اكتر من وقفات احتجاجية كانت عند نقابة المعلمين وفي مجلس الوزراء، وكانت اكبر وقفة اللي هي يوم 10/9 اللي دعينا فيها لإضراب عام مع بداية الدراسة في حالة عدم تنفيذ مطالب المعلمين، اللي هي كانت قايمة على فكرة وضع حد أدنى للأجور والسعي لتطوير العملية التعليمية وتهيئة ظروف ومناخ أفضل للمعلم علشان يقدر يعطي بشكل أفضل، لأن هو طبعا المعلم بيعتبر حجر الزاوية في العملية التعليمية، يعني علشان يبقى فيه أجيال جديدة، يعني أجيال متعلمة ومتطورة وتناسب العصر اللي احنا عايشين فيه. والإضراب تم فعلا على مدار أسبوع كامل، وخلال الأسبوع دي حصلت وعود من الوزارة بأن هي تقوم بعملية التطوير ده عن طريق انها تعمل مكتب استشاري تطوعي يشترك فيه النقابات المستقلة الخاصة بالمعلمين، سواء كان اللجان النقابية لاتحاد المعلمين او نقابة المعلمين المستقلة وغيره من الحركات. ده بالإضافة ان هي وعدت بعمل مشروع تطوير للقانون الكادر اللي هو 155 انها تصلحه، والمفترض ان طبعا ما فيش حاجه من دي حصلت، يعني هو بس دلوقتي بيعملوا قانون الكادر اللي هو المفترض ان هم قدموه لرئيس الوزراء، وللاسف البنود اللي طالعه فيه القانون اللي هو طبعا لسه ما اتعرضش بشكل جيد على القوى الخاصه بيه حركه المعلمين زي ما هم قالوا ان هم هيعملوا كده. يعني المفترض ان هم كل اللي عرضوه على حركات المعلمين بعض تعديلات في قانون الكادر، لكن القانون كله بشكل تفصيلي لسه ما اتعرضش. وكان من ضمن الحاجات اللي موجوده فيه مثلا ان هو هيتعامل حد ادنى للمعلمين 1500 جنيه، مش فاهمه يعني ايه وجهه النظر في الموضوع ده، برغم ان احنا لما اتكلمنا بخصوص الحد الادنى والحد الاقصى كان المفترض ان احنا اتكلمنا عليه على ان هو يبقى متزامن مع الحد الادنى والاقصى الخاص بجميع عاملين الدوله، واذا كان هيتعمل بعد كده كادر خاص لطبيعه مهنه المعلمين فيبقى ده حاجه خارج الكادر. لكن الحاجات اللي هي وصلت لينا كانت بالشكل ده، وطبعا القانون كله ما اتعرضش على المعلمين. يعني من ضمن الحاجات اللي حصلت ان احنا بالنسبه لينا احنا اتحاد المعلمين المصريين ان احنا دلوقتي بنأسس لجان في المحافظات، يعني دلوقتي في لجنه نقابيه للمعلمين بالجيزه وبالقليوبيه وبالشرقيه وفي الغربيه وفي اسوان واسيوط، والمفترض ان احنا بنحاول نعمل لجنه في بني سويف، وفي لجنه مشهره برضو في دمياط، وبنحاول ان احنا ننشر عمل لجان نقابيه في اكتر من محافظه عشان نبقى اتحاد قوي نقدر نقف قدام الفساد العظيم في وزاره التربيه والتعليم، لانها للاسف وزاره يعني على درجه عاليه جدا من الفساد، قد تكون وزاره بوليسيه، يعني لان هي بتتعامل مع المعلمين وبتتعامل مع العاملين بيها بالشكل ده. ده بالاضافه كمان الى ان احنا بنحاول كمان ان احنا ننمي فكره الاتحاد، لان زي ما الاستاذ هيثم اتكلم على فكره اللي هو التشتيت، يعني مثلا في دعاوي محاوله لفصل مثلا المعلمين عن باقي العاملين في وزاره التربيه والتعليم اللي هم زي الاداريين مثلا او العمال اللي هم السعاء او الفراشين، على اساس ان يعني المعلم طبقه اعلى او حاجه زي كده. فالحاله ده هي احنا بنحاول بقدر الامكان انها تنتهي تماما ونبقى كلنا ايد
واحدة في المؤسسات التعليمية علشان نقدر فعلا ان احنا نوصل لمنطقة ان احنا نشيل القيادات اللي بتمسك المؤسسات المدرسية وبتمسك الادارات التعليمية، لانهم عقلياتهم متحجرة وللأسف ما بتسعاش لأي نوع من انواع التطوير، و يعني زي ما اتقال قبل كده ان هم يعني بيعقلوا محاولات المعلمين ان هم يتطوروا مش بيساعدوا او يبنوا فيه.